ولا غادي نقول لك اخويا هو الاشاعات بعدا راه ما كايناش، الاشاعات باغيضه كما كنقولوا، هو فيه انواع، لا فيه بزاف ديال الانواع، فيه الرجوع، فيه دلتا، وفيه الانواع، فيه ماركات بزاف، من ناحيه الخسران ولا راه مريض ولا راه هادي ولا هادي، هذا حضر خويا ياك ولا لا، بالاضافه ان راه الاكسبور محبوس راك تعرف، يعني علاش وجد السلع ابار دلاه، بزاف ديال الحوايج اللي وجدت ديال السلع الا لاحظتي بزاف ديال الديسير موجود على الاعوام اللي فاس، يعني حنا كنا كنصدروا بزاف، دابا هادشي كامل ولا داخل عندنا، ولكن العرض قليل بحكم بزاف ديال الحوايج، كيف علاش العرض قليل؟ لانه موجود، لانه وجد، لانه كان كاين بالوفره، حيت الدلاع عام كيعطي عام كما كيعطيش، هذا العام هذا كان موجود بالوفره، توقعت واحد الاشاعات في الاول بان الدلاع اللي كاين اللي كاين اللي كاين ياك، ولكن هادشي هاد الاشاعات اللي كتطلق كتطلق على وحدين كيبغيو يبيعوا السلعه ديالهم، فهمتي اللي بغيت نقول لك؟ يعني انا عندي السلعه ديالي كنبيع فيها، نقول واحد الاشاعه باش نبيع سلاسي ونخلي السلوى ديال عباد الله بلاش، هاد الاشاعات باغضه ما كاين حتى شي حاجه بحكم التجربه، بحكم حنايا كاع اللي كنبيعوا وكنشريوا واللي كناكلوا، بحكم الناس اللي كتجي كتقدم لنا عندنا ما كاين حتى شي شكايه الى يومنا هذا، من نهار اللي بعد الله الى يومنا هذا ما كاين لا شكايه لا مرض لا والو، الهضره كامله باغضه وخاوه من النواب، وانا كنتحمل المسؤوليه كامله في الهضره ديال الكريكيت. الدلاع ديال هذا العام سليم وحسن من الاعوام اللي فاتت كاع. اكبر دلاع اكبر دلاع غتوصل 20 كيلو حنا نبيعو بدرهم للكيلو، 20 كيلو ب 20 درهم، 30 كيلو ب 30 درهم. ما كانش دلاع اللي غتوصل 30 كيلو. ياك ولا لا؟ يعني الثمن رخيص. وحنا واحد الثقافه عندنا حنا، الثقافه عند المشتري. قد ما قلت السلعه في الثمن قد ما بنادم كيتخوف. نعطيك مثال بسيط. اللهم بارك. نعطيك مثال بسيط. مطيشه ملي كتكون دايره 10 درهم بنادم كيتقدى 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو، ملي كتولي دير 10 درهم كتولي تقدى نص كيلو 10 كيلو ولا تقدى نص كيلو كيلو. يعني هذه ثقافه ديال المشتري. ثقافه خاصنا حنا نغيروها. فهمتي؟ باش تغير خاص واحد شويه ديال الوقت. يعني اين فوا السلعه طاحت من الثمن لا راه كاينه شي حاجه. ما كاين والو. وماشي حنا كنشكروا في السلعه ديالنا. راه اللي كياخذ واللي كيتقدى السلعه هو اللي هو اللي كيقول هاد الهضره، باش غادي يجي يتقدم لنا دير لهم دلاعه وغدا غيجي يقول لك عطيني بحالها، راه ماشي راه يعني راه اقتنع بان هاد السلعه راه مليحه. هادي من ناحيه، من ناحيه اخرى سلعه المغرب كامله اللهم لك الحمد، حنا بلاد في بلاد السلعه ديالها بلاد شريفه وسلعتها شريفه. هادي من ناحيه، من الناحيه الثالثه اللي غادي نركز لك عليها هي اشاعات باغضه، ما كاين حتى شي حاجه، لا دلاع لا سويهله لا بانان لا تفاح لا خوخ، هادشي كامل ما كناش كنشوفوه في واحد الوقت، هاد العامين الاخر ديال كورونا هي اللي حتمت على بنادم يشوف هادشي تخلع، هادشي كامل كنمشي للاكسبو، كان كيعيش به غير برا، حنا كنعيشوا به هنايا، هادو ناس راك عارف لوبيات ديال اللي كيبغيو يبيعوا السلوع ديالهم، هما اللي كيبغيو يهودوا. هادي الهضره اللي كاينه. تا راه دابا مشان ضربه بوحدي صاين اللي طاحت هنا نعرف فين مر. تحمل المسؤوليه ديال هادشي كامل. كيخربقوا ما كيصيبوا ما يدير. كتسمع هذا في المرضى اللي في شي مرضى هو كيقول لي سمي فيه البركه ديال الله فيه شي مرضى ترى كيدوخوا. ترى ما لاقيين ما يدير اللي عنده شي وليد كياكلوا الفرماج كيقول لي ما تاكلش دلي عارف فين مر. تطلع الاحياء الشعبيه وتبرج ما تحط عليهم ولا ديروا لها هنا كان تاع الدري صغير الله تزاد يقول زوينه. ثلاثه نقاط غنقول لك، بلادنا سليمه، ديسيرها سليم، فلاحه ديالها سليمه، بنادم ديالها سليمه، كاينه واحد خلى الحسن الثاني الله يرحمه واحد 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 الشير ديما ديال عباد الله هي اللي كتبغى دير هذه البلاد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الخيرات ديال الله راه موجوده. هادشي اللي غادي نقول يعني هذا العام التصدير شويه ما كانش تصير، هادشي علاش بقى قد الدلاع اللي بقى موجود هنا في المغرب. الحمد لله على كل حال، لان يعني هاد البلاد هاد الشعب المغربي تا هو خصو يتمتع شويه بالخيرات ديال البلاد ديالو. واحد العام ما تصدرش وبقى هنا الناس، لان كل شيء غادي ياكل غني فقير كل شيء. بالنسبه لهاد العام بالنسبه لي انا مزيان، لان حنت كاين الانسان اللي كانت معدو غير واحد 15 درهم ولا 10 درهم ولا هذاك ياكل،
كاين اللي ما كانش عنده هذه المده اللي كانت دلع بحال هذه اللي قاتله 40 درهم 50 درهم والدرويش ما عندوش راه غيتحرم منا. الحمد لله على النعمه هذه الخيرات ديال البلاد ديالنا خير موجود الحمد لله. وبالنسبه للاشاعات راه بنادم كيقول لك الدلع بان راه مريض، ما مريض ما والو، الدلع بجوده عاليه غير الخيرات هذا العام ديال بالنسبه للتصدير اللي ما كانش، هادشي علاش بقات الكتله هنا في المغرب. بنادم تطرق على الاشاعات راه كاين دواء راه مريض، ما مريض ما والو، صح حاجه ما مريض في هذا العام. خيرات البلاد بقات بغى ياكل الشعب المغربي ديال خيرات بلاده بغى ياكلها بثمن بسيط، كلشي خصو ياكل غني فقير كلشي، ولكن الحمد لله على كل حال. بالنسبه حنا الدلع دابا واخا ما خارش عندنا ولا كذا مزيان، حنا في صالحنا، حنا في صالحنا، الدرويش يجي عندنا حنا نتعاملوا معاه تو ياخذ واحد الدلعه ولا جوجات. بالنسبه لنا حنا مزيان لينا شويه الحركه مع الكوفيد وداك الشيء الله يبعد علينا هذا الوباء هذا، الاقبال شويه مع السنوات المقبله شويه ضعيف، ولكن الحمد لله على كل حال الشيء اللي غنقولوا حنايا. وكنشكروا الاعلام المغربي على هاد النزاهه ديالو اللي كيوصل الصوت ديالو للشعب المغربي. وكن من هذا المنبر هذا كنوجه واحد التحيه وتقدير لجميع المغاربه وعلى راسهم صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. وهذه رساله كل الخونه ديال الوطن بان راه خيرات البلاد راه موجوده الحمد لله على كل حال. معكم عبد الاله المزهري المعروف بالخمليشي، تحيه خمليشيه. كيقول لكم الدلع بثمن مناسب 30 ريال، دلع بنادم ياكلها 30 ريال ولا 2 درهم وكاينه درهم. ومرحبا بكم الجميع. الدلع فيه وفيه، كاين الدلع المليح وكاين الدلع حتى كاين الدلع ب 6 ريال ولكن مليح فهمتي، فوق 13 كيلو 14 كيلو فهمتي، وكاين الدلع عاوتاني ب 30 ريال راه هو على حساب الكاليتي عاوتاني فهمتي. كاين الدلع عاوتاني ديال زاكوره وكاين ديال مراكش اكادير، ولكن كل واحد ونوع ديالو. وداك الاشاعة الدلع، الدلع كامل مليح اخويا، بغاو يديروك بلان باش الدلع ما يتصدرش ليهم فهمتي. علاش الدلع كيبان لك طاح اخويا دابا؟ لا 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 بالعكس، الدلع هذا العام طاح علاش؟ حيت ما تصدرش كما قلت لك قويل فهمتي. كون تصدر غيكون الدلع غالي 60 70 بحال العام اللي فات فهمتيني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.